السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنعمل القطايف. طبعا القطايف من الحلويات الحلوه جدا جدا اللي مش بيخلى منها اي بيت في رمضان. هنعملها بطريقه ممتازه وشايفين النتيجه مبهره جدا جدا، هتعجبك وهتبهرك جدا ان شاء الله. الحمد لله ناجحه جدا جدا، شايفين طريه بقى جدا جدا وعامله زي القطيفه، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. واللي يعملها مرة بصراحة مش هيشتريها تاني من بره خالص. وكمان هنحشيها مع بعض حشوات مختلفة، منها حلو ومنها حادق، وهقولك على اكتر من فكرة لحشوها، وكمان بأقل المقادير وبطريقة سهلة جدا جدا. يلا بينا نشوف الطريقة. مقاديري 2 كوباية من الدقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا 2 كوباية من المية الدافية، وكمان 1/4 معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من لبن البودرة، ممكن تستغني عنه بس بيدي طعم حلو جدا في العجينة، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وكمان معلقة كبيرة من السكر. اول حاجة هنحطها في الخلاط المية، وبعد كده هنحط بقية المقادير، الملح والسكر والخميرة والبيكنج باودر واللبن البودرة وكمان الدقيق. الخلاط اسهل حاجة واكتر يعني طريقة ممتازة لخلط عجينة القطايف، هتخليها معاكي ناعمة جدا جدا ومن غير اي تكتلات خالص. وبضربها كويس جدا لحد ما يبقى معايا خليط ناعم زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما هي كده في الخلاط، في الدورة هسيبها زي ما هي كده، يدوب بس ترتاح 1/4 ساعة او نص ساعة. المية الدافية بتسهل معايا وبتسرع عملية التخمير. وفي طاسة بقى سخنة على النار، طبعا الطاسة ما تكونش بتلزق، وكمان تكون سخنة، واول ما تسخن بنهدي النار خالص. وزي ما هي كده في الدورة، بيسهل عليا، او الشفشق بيسهل عليا انك بتحكمي في الوحدات اللي انت عايزاها، سواء تكون كبيرة الاحجام يعني او تكون صغيرة. زي ما انتوا شايفين سهلة جدا، بطريقة سهلة وبتستوي معايا بسرعة. بعمل الاحجام اللي انا عايزاها. طبعا انا عاملة احجام كبيرة، اغلب اللي عملته احجام كبيرة علشان هحشيها جبن وكمان لحمة مفرومة. واول ما تلاقي انها خرمت كده، طبعا ده بيبقى دليل على نجاح العجينة، لازم تخرم معاكي بالطريقة دي. وبعد ما بتستوي بتلاقي وشها كده ما بقاش فيه اي دقيق خالص، العجينة بتلاقيها استوت كده من فوق. واول ما يبقى لون العجينة بيج من فوق كده بنبدأ على طول نطلعها، بس مهم جدا النار تكون هادية علشان ما تتحرقش بسرعة من تحت، وتكون من فوق لسه عجينة كده ونية. وطبعا لازم اول ما نطلعها من النار نكون محضرين صينية كده وعليها فوطة نظيفة، فوطة مطبخ نظيفة، ونطلعها على الفوطة وبنغطيها تاني على طول بالفوطة دي علشان ما تعرقش مننا، وكمان ما تلزقش. ما ينفعش ان احنا نحطهم على بعض بعد ما يهدوا كده ويبردوا شوية بنبدأ نلمهم على بعض، بس مهم جدا نطلعهم على فوطة نظيفة، وكمان بنغطيهم كويس علشان ما ينشفوش معايا ويفضلوا تراي. شايفين بقى ما شاء الله النتيجة مبهرة جدا جدا وسهلة، وبيستووا معايا بسرعة، ولازم تمشوا على الطريقة بالظبط علشان تطلع معاكم ناجحة ان شاء الله، ومن اول مرة هتنجح معاكي جدا جدا ان شاء الله. شايفين ما شاء الله لازم تخرم كده، طبعا ده دليل على نجاح القطايف ونعمة وعاملة زي القطيفة. دلوقتي بقى هنحشيها مع بعض. عندي لحمة متعصجة، وكمان معايا خليط من الجبن، جبنة موتزاريلا على جبنة رومي على بقدونس متقطع كده، وكمان زيتون متقطع، ممكن تحطي عليهم كمان حتت من تقطعي كده معاهم بسطرمة. والحلو ممكن تحشيه بقى مكسرات متشكلة كده او شوكولاتة. عندي هنبدأ نحشي مع بعض. طبعا بتحشي الحشوات اللي تحبيها، حلو بس او حادق بس. بالجبن بصراحة اكتر حشوة بحبها جدا جدا بتبقى بالجبن، بتبقى طعمها جميلة جدا جدا. وبنحشيها بقى بطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين، ومهم جدا نضغط عليها بقى كويس علشان ما تفتحش مننا واحنا بنحمرها في الزيت. ممكن كمان بدل ما تحمريها بتدهني كده القطايف على وشها كده وتدخليها على صينية في الفرن، بتبقى مقرمشة بقى كده وخفيفة.
ينفع بقى اي نوع جبن عندك، جبنة فيتا، جبنة بيضة، اي انواع الجبن تنفع، وبتبقى حلوة جدا بقى في السحور، بتبقى بصراحة جميلة جدا ومقرمشة وخفيفة. انت ممكن تحضريها كده وتحشيها، و بس مهم جدا نغطيها قبل ما لو هنسيبها فترة يعني على التحمير، وتتحمر وقت السحور. وينفع كمان تحشيها كلها وتدخليها الفريزر، بس بعد ما تتحشى وتتقفل كويس جدا وتغلفيها كويس وتدخليها الفريزر، وبتطلع على التحمير برضو على طول، وبتبقى كأنها طازة. وهحشي كمان لحمة متعصجة. اي بقى حشوات تحبيها بنحشيها، وبتبقى حلوة جدا جدا. والقطايف الحلوة بقى بنحشيها مكسرات مشكلة، وكمان ينفع نحشيها قطع من الشوكولاتة لما بتتحمر كده في الزيت. الشوكولاتة بتسيح بقى جواها وهتعجب الأطفال جدا جدا، وبتبقى طعمها جميل. في كمان شكل ممكن نعمله، بنقفل كده 3/4 القطايف وبنسيب الربع مفتوح كده زي ما انتوا شايفين، وبس بنسيبها على كده وبنحمرها على كده. وبعد ما بتتحمر ممكن بقى نحشيها شوكولاتة، صوص شوكولاتة كده، او نحشيها قشطة، او كمان كريمة، كريم شانتيه. دي بقى القطايف دي بتبقى غالية جدا جدا من بره، وبنعملها في البيت بكل سهولة وبأقل التكاليف. هحشي كمان قطع شوكولاتة كده، يعني هشكل بقى زي ما انتوا عايزين بتشكلوا وبتحشوا. بعد كده هنحمرها بقى في، لو حابة تحمري او بتدخلي الفرن زي ما قلنا، بتبقى خفيفة جدا وحلوة وما بتشربش زيت كتير، وفي زيت سخن ونار متوسطة هبدأ بقى احمر القطايف. بتتحمر بسرعة جدا جدا، وكمان بتتحمر على نار متوسطة علشان تبقى معانا مستوية ومقرمشة وطعمها بقى في منتهى الجمال. بعد ما بحمرها كويس بطلعها على مناديل مطبخ، بتصفي بقى اي زيت زيادة فيها. وبس كده شايفين بقى شكلها تحفة جدا جدا وطعمها جميل جدا جدا. ده طبعا القطايف اللي هي الحادقة. اما الحلوة بقى هنبدأ نحشيها مع بعض. هنجيب القطايف بقى اللي احنا فتحناها كده نص 3/4 فتحة وحمرناها، دلوقتي بقى ممكن نحشيها بصوص شوكولاتة. وبحط بقى بعد على وشها كده مكسرات او جوز هند او اي مكسرات بقى تحبيها. وكمان ينفع تحشيها زي ما قلنا قشطة او اي حاجة تحبيها، او كريمة او كريم شانتيه. ده زي بتبقى زي القطايف الجاهزة، وبتبقى غالية جدا جدا من بره. دلوقتي بقى حابين كمان ممكن نسقي على وشها، ممكن تعملي شربات وتسقي كده على وشها. انا هسقي او هرش كده على وشها عسل نحل، بتبقى خفيفة جدا جدا، وكمان طعمها مش مسكر، بتبقى سكرها مظبوط، وبتبقى خفيفة جدا جدا وطعمها حلو ومقرمش. اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكو. لو عجبكو الفيديو لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وكمان تقدروا تشوفوا الفيديوهات القديمة. واشوفكوا دايما على خير، والسلام عليكم. بعدك صار صار نعطي صبرا نأخذ أجرا والله.